مش صعبان عليك جوزيه جوميز يعني يلعب مباراة فول سكواد كابتن عبد الله السعيد، ناصر ماهر، الله يكون في عونه طبعا. مباراة تانية ويمكن ايه هو معتمد عليهم بشكل كبير جدا، يعني طبعا ناصر ماهر بالنسبة له ورقة رابحة لعيبه على يعني. اعلى، ناصر ماهر هايل. فالمباراة اللي بعدها افريقيا من غيرهم، المباراة اللي قبلها بيهم، المباراة اللي بعدها نهائي كأس مصر، صعبان عليا. بس يمكن المباراة دي يقدر ازاي يعمل توليفة يعوض، هو بالنسبة له فرقة تيم الزمالك بيلعب بشكل معين، الماتش ده الشكل مش موجود، في حاجة ناقصة. بس الحمد لله ان فتوح وزيزو، عمر جابر وزيزو وعمر جابر، جاهزين. على فكرة عمر جابر من احسن مستويات لي خلال هذه المرحلة، ده حقيقي، من فترة حتى لما كان في بيراميدز، ده حقيقي. التزام، جدية، ذكاء، قولوا اللي تقوله، نواحي هجومية، نواحي تاكلينج، تغطية عكسية، ما شاء الله، اللهم صل على النبي، 10 على 10. حاجة، سرعات، سرعات بيعمل جابه هو وزيزو، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، حاجة بيقطع محترمة. قطعات حلوة قوي لما زيزو بينزل وهو بص بيقطع. بقى، لو عندك عمر جابر وفتوح في أعلى مستوياتهم، عندك خلاص طرفين يكس أحسن طرفين في مصر، تخبر حد ده؟ فتوح كمان، لا 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 لا، ما شاء الله. فبإذن الله إن شاء الله يكون نادي الزمالك كامل يا رب. بس أنا ليا وجهة نظر، نص الملعب بتاع نادي الزمالك، طول ما هو نص الملعب بتاع نادي الزمالك صح، التيم بيبقى صح. فأنت شايف يمكن شحاتة، شحاتة يا ودونجا، سلام، لعيب بروميسنج ولعيب على أعلى مستوى، في حاجات كتير جدا يا مينا، بيقطع بيقطع، بيشوط بيشوط، خبر حضرتك، بيعمل اللي كروس لغير حط الملعب، دماغه وحط دماغه بيروح قدام رجل اطراف ملعب مع اوفر لاب من الجنب اليمين، بيروح، شفتها اللقطه اللي حط دماغه طبعا. قدام رجل لا، قدام رجل فايتر اللعيب. فايتر. الله، طب لما يلعبوا هو ودونجا وعندك طرفين يشتغلوا مع نص ملعب مع مهاجمين ان شاء الله خير، ودول يأمنوا كويس قوي في نص الملعب، يبقى انت، وبعدين كمان ايه، شحاته بيروح يعني برضو بيعمل بيروح زياده ويرجع عدديه، ويزيد ودونجا بس ما شاء الله برضو اليومين دول هايل بيعمل، خد بالك، التغطيه لنص الملعب، ايه المشكله؟ فنتمنى ان شاء الله يا رب، نتمنى بس ان ربنا يكرم الراجل في تشكيل وسكواد محترم، ويرجعوا إن شاء الله. مبسوطين ويفرحوا جمهورهم وادارتهم باذن سؤال الله. سؤال باجابه رقميه، توقعاتك كم كام ان شاء الله يا رب؟ لا باذن الله هنكسب كم كام ان شاء الله؟ لا بس اهم حاجه، انا مش، انا امنياتي يا رب ان ما يجيش فينا جون، حتى لو نكسب 1 أو 2-0 بس ربنا يكرمهم ان شاء الله، اتنين صفر ويجيبوا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله.